أنا بشتغل مقدمة رعاية في الأسواس في رفاح، وإجيت مع الجروب اللي إجا من رفاح على بيت لحم. نحس إن إحنا انتقلنا من مكان مخيف نوعاً ما لمكان أكثر أمن، بطلنا نسمع شغلات إحنا كنا نسمعهم هناك. أكبر تحدي للأطفال حالياً هو كيف بدهم يأسسوا الحياة اللي كانت موجودة برفح، إنه ينتقلوا للحياة الروتينية هنا في بيت لحم. أنا كمقدمة رعاية بقدم لهم كتير من يعني من التشجيع والدعم. اليوم أنا طبخت للأولاد طبخة هم بحبوها، كنا بنعملها برفح يعني تقريباً الغالبية، فهاي الطبخة بحبوها الأولاد كتير عنا، فهم طلبوها مني لأنه متذكروا إنه إلهم فترة مش أكلوها هنا، يعني ما أكلوهاش هان، فحبوا إنها ننقل الإشي هذا ولو إشي كبسيط من حياتنا في رفح. أنا كمقدمة رعاية بالنسبة إلي إنه لما بشوف إنه فرحة الأولاد إنجازاتهم بحس إنه أنا عملت إشي إله معنى.